مشاهدينا للحديث عن موضوع شبكات التواصل الاجتماعي. يسعدنا أن نستضيف أستاذنا العزيز عبد الملك الفهيدي رئيس موقع المؤتمر نت. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أستاذي بداية لو تحدثنا عن مؤتمر الحوار الوطني، رؤيتك له لما تم إنجازه أو مجرياته لحد الآن، يعني منذ أسبوع تقريبا على انطلاقه، كيف ترى ذلك؟ كيف ترى مجريات المؤتمر؟ أولا صباح الخير عليك وعلى جميع الزملاء في قناة أزال وعلى جميع مشاهدي قناة أزال. طبعا أنا كمواطن يمني أتابع مجريات مؤتمر الحوار الوطني مثلي مثل كل الناس الذين يأملون أن يكون هذا المؤتمر محطة تاريخية هامة لإيجاد الحلول للبلد. إلى الآن الصورة لم تتضح بعد، مؤتمر الحوار لا زال في بدايته الأولى، هو انطلق يوم 18 مارس والجلسات لا زالت جلسات عامة عبارة عن مجرد خطابات ألقيت من قبل القوى المشاركة في مؤتمر الحوار، سواء كانت أحزاب سياسية أو غير أحزاب سياسية، إضافة إلى أنه رئاسة المؤتمر أتاحت فرصة لجميع أعضاء المؤتمر للحديث بصفة شخصية. يعني إلى الآن بعض المواقف اتضحت لكن ليست بالشكل الجيد. مؤتمر الحوار الحقيقي لم يبدأ حتى الآن، هو سيبدأ حينما تبدأ جلسات العمل حسب الفرق التي تم توزيعها. من أمس بدأت عملية توزيع فرق العمل على 9 المحاور التي سيناقشها المؤتمر، ومن أبرزها القضية الجنوبية، قضية صعدة، الحكم، بناء الدولة، الحكم الرشيد، المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، إلى غير ذلك، وأيضا الهيئة المستقلة، إلى غير ذلك من المحاور. ورغم أن الجلسات العمل ستكون سرية، إلا أنه أعتقد أنها هي المحك الرئيسي في مؤتمر الحوار الوطني، حيث سيتضح رؤية كل طرف من الأطراف التي شاركت في الحوار، سواء الأحزاب السياسية الموقعة المبادرة الخليجية والتي هي الآن شريكة في الحكم. حتكون سرية وبعدم مشاركة، يعني حسب ما سمعنا من الأمانة العامة أول أمس الدكتور أحمد بن مبارك، قال بأنه جلسات العمل ستكون سرية إلا في حالة واحدة، إذا طلبت فرقات العمل أو الجميع أعضائها أن تبث مباشر. وأنا أنا أنا كمواطن أعتقد وكصحفي وأعرف ما يدور في هذه الجلسات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الهامة، هو من الأفضل أن تكون سرية. لأنه العلن إذا خرج إلى الإعلام ربما هذا يؤثر سلبا على أداء المتحاورين. نعم. طب بالنسبة لمواقع الإنترنت، أنت كرئيس موقع، يعني كيف بتشوف المواقع هذه تناولت هذا الموضوع؟ كيف كان أداءها في تناول هذا الموضوع؟ شوفي، إلى الآن مواقع التواصل، مواقع الإنترنت والمواقع الإخبارية تتعاطى مع مؤتمر الحوار من منطلق توجهات سياسية هي تتبعها. نعم. كل موقع تابع لحزب يجسد أو يعكس الجانب السياسي للحزب الذي يتبعه، خصوصا أولئك تلك الأحزاب التي هي موجودة في مؤتمر الحوار الوطني. نعم. لكن المشكلة أنه هناك حملة من بعض القوى السياسية، مثلا أنا ألاحظ أنه بعض المواقع الإخبارية أو بعض الكثير من المواقع التابعة لمراكز نفوذ عسكرية أو قبلية، مثلا زي مواقع تابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، هاجمت المؤتمر منذ اليوم الأول. أيضا المواقع التي تحسب على حميد الأحمر والقوى القبلية الموجودة في التجمع اليمني للإصلاح، بعد أن أعلن حميد الأحمر تعليق مشاركته، هاجمت مؤتمر الحوار الوطني، لدرجة أن أحد هذه المواقع سماه مؤتمر الحوار الوطني، وكان هذا أنا أعتقد أنه عمل غير حتى مهني، ولا في نوع، حتى ليس فيه نوع من الاحترام. يعني بغض النظر عن موقفنا من الحوار، حتى إذا كنا معارضين له يجب أن نتكلم بلغة حصيفة وأخلاقية. يعني ماذا تركنا اللي في الشارع؟ يعني في الشارع ربما الذين في الشارع يتكلمون أحيانا أحسن من هؤلاء الصحفيين. إضافة إلى ذلك أنه أنا لاحظت أنه الهجوم على مؤتمر الحوار الوطني وعلى رئيس الجمهورية بالذات بسبب ما سموه يعني أنه ضعف في مشاركة الشباب، على الرغم من أنه إذا عدنا إلى القوائم الحقيقية التي رفعت من اللجنة الفنية وجدنا أنه تم شطب الكثير من الأسماء التي كانت تمثل الشباب وإدخال أسماء من المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح وهم في هذه القوائم التي كانت في الساحات. ومع ذلك الإصلاح
حين أعد قائمته لم يأتي بشباب، أتى بأناس رغم أنه كان الجميع يتوقع أن التجمع اليمني للإصلاح باعتباره أكبر حزب سياسي داخل اللقاء المشترك أن يأتي بكوادر مهمة وفاعلة، لكن وجدنا أنه يعني مثلا اثنين من أسرة واحدة هم حميد الأحمر وصادق الأحمر يدخلون في قائمته، ثم أحدهم ينسحب. أيضا محسن باصرة وهو رئيس التجمع رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في محافظة حضرموت، وكان واحد من أبرز القيادات الإصلاحية في المحافظة الجنوبية. عندما تكون شخصية بارزة ربما يعني نمرر هذه المسألة، لكن لما يكون اثنين من عائلة واحدة ومن أسر يعني لا تذكر، يعني ليست شخصية بارزة بل شخصيات بسيطة، يعني هنا المسألة بتكون معقدة. إيش معنى هذا دليل على إنه لا زال الجناح القبلي يتحكم في مصير التجمع اليمني للإصلاح، وهو ما في اليمن بشكل عام. في اليمن بشكل عام لو تكلم عن القبيلة حنجدها هي اللي بتحرك اليمن. لكن أنا أقول يعني مثلا يعني إنه هؤلاء الذين كانوا يتغنون بالبحث عن الدولة المدنية الحديثة ويتكلمون عن أنهم يريدون التغيير، نعم، ثم يأتون بمثل هذه القيادات. يعني الكثير من الناس مثلا أنا شاهدت ممثل فئة المهمشين حينما قال أنا أمثل 3 مليون شخص، كان كلامه صحيح، يعني هو يمثل 3 مليون شخص، نحن مع أن الناس كلهم يكونوا متساويين. أيضا فئة اليهود لم تمثل، الكثير من الشرائح الاجتماعية لم تمثل، في نفس الوقت اثنين من أسرة، وطبعا هم من كل الأسر، يعني عندما يعني أكثر من 200 عضو تقريبا تناول كلهم صحة. أيوة كلهم من أسر، لكن نحن دعينا من هذا الموضوع لأنه هذا محسوب على الأحزاب. أنا أتحدث عن أنه انعكس هذا الموضوع على أداء وسائل الإعلام سواء كانت مواقع إخبارية أو على شبكة التواصل الاجتماعي، كل حاول أن يبرز التوجه الذي يحمله، خصوصا أنه المؤتمر الحواري إلى الآن لا زال مجرد خطابات فقط، الكل يحاول أن يضغط باتجاه يعني أن يوضح رؤيته بالشكل الصحيح، لكن إلى الآن نحن نتمنى أو ننتظر متى تبدأ جلسة العمل، وحينها ستبدأ تتضح وجهات النظر الحقيقية، نعم، للقوى السياسية. طيب يعني أنت كرئيس موقع إلكتروني بتشوف أنه في أهمية بتقع على عاتق المواقع الإلكترونية لبعض التصفحات أو المواقع التواصل الاجتماعي، يعني هل لها أهمية في الدفع بعجلة أو مجريات الحوار الوطني بشكل جيد وإيجابي؟ شوفي، الأهمية وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام لا أستثني لا وسيلة إعلام مقروءة ومرئية ومسموعة، حتى بالنسبة للإنترنت خلينا نتكلم عن أيوة تمام. أنا أقول إنه كل وسائل الإعلام مهمة، لكن لكن أعتقد إنه الأهمية الأكبر هي تبرز على القنوات الفضائية. الوسائل الإعلام المتمثلة في المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي مشكلتها أنها ما زالت محصورة في مستخدمين قليلين، يعني لا يتعدون مثلا يعني الذين يستخدمون الإنترنت في اليمن ربما يعني لا يتجاوزون حجم كبير. إضافة إلى ذلك ربما هم يعني عددهم قليل لكن فعلهم كبير. هي المشكلة أنهم النخبة، نعم، النخبة المجتمع، المتعلمين المثقفين والمثقفات من النساء المتعلمات، وبالتالي الرسالة تصل لهم بسرعة ويعكسون هذه الرسالة في تأثيرهم على الرأي العام في الشارع. نعم. إلى الآن أنا ألاحظ أنه الكثير من الأشخاص الذين يتواجدون في مواقع شبكة التواصل الاجتماعي يتعاملون مع موضوع مؤتمر الحوار الوطني برد فعل شخصي أكثر من كونه رد فعل تحليلي حقيقي، يعني كل واحد ينظر إلى مؤتمر الحوار من ما يريده هو، يعني أنا أشتي أكون متساوي مع فلان، أنا أريد إصلاح كذا، أنا يعني ليست هناك رؤية يعني تحليلية مهنية تقدر تقول؟ لا مش مهنية فقط، أنا أقصد أنه مثلا أنا كمستخدم لشبكة التواصل الاجتماعي عندي صفحة في الفيسبوك، كل واحد يدخل يتكلم على مؤتمر الحوار الوطني من منظوره، ينتقد هذا ليش عملوا كذا، ليش مدري إيش، ليش يتكلموا على الأكل، ليش يتكلموا على المستحقات، المهم كل واحد يتكلم ليس بنظرة بنظرة موضوعية. أنا كنت أتمنى أنه الجميع يحاول أن يسهم. أنا مثلا لاحظت حينما مثلا في مصر حينما بدأت عملية الاستفتاء على الدستور كان الإعلام يتفاعل مع هذا الموضوع بشكل كبير، الناس يناقشون كل شيء حول الدستور برغم أنهم كانوا رافضين له لكن مع ذلك كانوا يناقشوه. نعم. نحن ليش رافضين وليش معه بشكل مهني وموضوعي. نحن الآن نتمنى يعني مثلا يفترض أنه أنا كمواطن من حقي أن أسهم أو أدلي بدلوي
في مؤتمر الحوار الوطني. نعم. بدون شتم، بدون تجريح، بدون تجريح، تفرقة. نحن الآن حابين نحن بشكل موضوعي. يعني إلى الآن مثلاً أنا أعتقد إنه أهم شيء سيناقشه مؤتمر الحوار الوطني هو موضوع بناء الدولة. صحيح. وصياغة دستور جديد أو إعداد تعديل دستور للدستور الحالي. صحيح. إلى الآن لا تجد أي صحفي أو أي شخص متواجد على شبكة التواصل الاجتماعي سواء كانوا مثقفين أو باردين لا يتحدثون عن موضوع الدستور ولا عن موضوع بناء الدولة ولا عن موضوع ماذا يريدون، كيف يريدون أن تكون شكل الدولة، هل يريدون أقاليم، هل يريدون حكم مركزي، لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، لا أحد يتحدث عن ماذا نريد، كيف نريد أن يكون الدستور الذي سنضعه لأنفسنا وأيضا لأبنائنا ولأحفادنا. وهذه هي المشكلة في تعاملنا، أعتقد أنه تعامل سطحي وآني لا ينظر إلى الموضوع بنظرة مستقبلية بعيدة المدى. أعتقد أنه مؤتمر أعتقد أن حتى وسائل الإعلام يعني المرئية والمسموعة كمان تشترك في هذا المسألة. يعني حتى الآن بنشوف يعني للأسف إعلامنا مش محايد، مش محايد فقط. هذه القضية أنا أقول لك الحياة فيه تجريح لكن فيها عدم مصداقية وأيضا أو مصداقية يعني جزئية فيما يتعلق بها الصادق. هناك أداء مهني في بعض القنوات. أنا أشكركم أنتم في قناة أزال، في قناة اليمن اليوم، في يعني إلى الآن ربما تكونوا أبرز من يتكلم. أختلف معك أستاذي في هذا. لا أنا أقول هذه وجهة نظري ولست خايفا من أحد. وجهة نظري. يعني مثلا أنا أشوف المقطع الذي تقدمونه للدكتور عبد الكريم الإرياني هذا من أفضل المقاطع، لا يوجد في أي قناة يمنية أخرى، ويوصل فكرة هي التي نريدها نحن، أنه ماذا نريد من مؤتمر الحوار الوطني؟ نريد أن نصل إلى مرحلة الحقوق والحريات، إلى مرحلة المساواة والعدالة وحقوق الإنسان. هذا ما نريده، كل الناس يريدون أن نخرج هذا المؤتمر، أنه نخرج الجميع يتحدث بذلك. يعني لو تكلمنا عن السياسة وسيبنا الموضوع ده على جنب، الكل بيتكلم عن أنه إحنا محتاجين حوار وطني، محتاجين استقلال، محتاجين أمن، محتاجين دولة مدنية، الكل بيتغنى بهذا الكلام. بس لما تيجي تشوف أداء المؤسسات الإعلامية للأسف زي ما ذكرت أنه يعني أحيانا بتصل في بعض المواقع أو بعض يعني من بعض الصحفيين كأنه لغة شوارع، يعني بيتكلم معك ما كأنه صحفي وكأنه إعلامي، كأنه نخبة يعني يفترض أنه يمثل قدوة للشعب البسيط. هنا المشكلة بتكون، فكيف احنا نعالج الحكاية دي؟ انا عارفة شتت انتباهك. لا انا اعتقد انه مسألة التعامل من قبل الصحفيين والإعلاميين يجب ان تكون راقية مع مؤتمر الحوار الوطني. كيف تكون راقية؟ اولا ان نتعامل بمهنية، في معنا قانون بس للأسف ما حدش بيحترمه. دائر قانون الحكومة أصلا إلى الآن مش موجودة، يعني إذا كان رئيس الحكومة بكله ما حضرش مؤتمر الحوار الوطني ولا عبره يعني، ولا كأنه له دخل في الموضوع. إيش قراءتك لهذا الموضوع بالذات؟ هذا الموضوع بالذات له علاقة بإعلان حميد الأحمر تعليق مشاركته، وظهر مع الأسف الشديد أنا شخصيا تألمت كثيرا أنه رئيس الوزراء الذي يمثلني ويمثل كل مواطن يمني حينما أعلن حميد الأحمر تعليق مشاركته باسندوة لم يحضر، وكأنه رئيس وزراء لحميد الأحمر وليس رئيس وزراء ل 25 مليون يعني. نعم. أنا أقول لك إذا كانت الحكومة هي ما لش علاقة بالموضوع لا نتحدث عن القانون، لكن نحن نتحدث عن مسؤولية أخلاقية فينا كصحفيين. إنه هذا مؤتمر حوار وطني، أنا لا أقول أنه لا ننتقد، من حقنا أن ننتقد السلبيات. نعم. من حقنا أن ننتقد السلبيات، لكن يكون نقدنا راقي بأسلوب مهني. أيضا في نفس الوقت نحاول أن نسهم في تقديم الرؤى لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بمختلف توجهاتهم من خلال مناقشة المواضيع التي ستدرج على مؤتمر الحوار الوطني بنظرة مستقبلية، أن يستضافوا أساتذة في القانون، في الفقه الدستوري، أن يستضافوا ناس في الجانب الاقتصادي يتحدثوا عن هذا الموضوع، يتحدثوا عن كيف يجب أن تكون هناك رؤية اقتصادية داخل مؤتمر الحوار الوطني، عن مسألة القوانين التي سيناقشها. هذا أنا وبالمناسبة في الحديث عن موضوع شبكة التواصل الاجتماعي، التعامل الذي يتم الآن من قبل الصحفيين كما قلت أحيانا أنهم يتحدثوا بلغة غير مهنية هو موجود أصلا أيضا في شبكة التواصل الاجتماعي، حتى من قبل الصحفيين الذين يتكلمون عن مؤتمر الحوار الوطني على صفحاتهم الشخصية لا يتعاطون مع المؤتمر بجدية ولا برؤية تحليلية حقيقية، لا تزال الأمور محصورة في مسألة شخص، كل شيء مشخصر عندنا وهذه هي المشكلة. طيب المواطن الآن يمشي بعد من؟ أمشي بعد الوسيلة الإعلامية دي أو دي، الصحفي هذا أو هذا أو ذاك؟ يعني في هذه الحالة المواطن البسيط اللي ما عندهش تعليم يعني كافي، اللي ما تلقى وعي
كفاية حول يعني بعض القضايا المهمة في يعني أغلب الشعب اليمني الآن ما عندهش وعي بأنه هذه قضية اقتصادية مثلا، وإن كان الوضع الاقتصادي لم يناقش يعني ولم لحد الآن لم يتم الأخذ به أو مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة فيه، قضايا اجتماعية قضايا سياسية، المواطن البسيط ما يعرفش أنه الآن من الصادق من الخاطئ، مجرد أنه الصحفي الفلاني أو وسيلة الإعلام الفلانية أعلنت يعني موافقتها أو رفضها لقضية معينة لأنه فلان الفلاني اللي إحنا بننتمي له اللي الولاء له رفضها، فإحنا الوسيلة الإعلامية هذه بتتبعه، المواطن كمان بيتبعه ليش بدون وعي ليش هو رفضها وليش هو يعني زي ما ذكرت أنه ما فيش تحليل، المواطن إيش حيكون مصيره في ظل وضع زي هذا؟ صحيح انه هذا انا شايفه علامات في وجهه اعتذر. لا لا عادي، هذا الموضوع اكيد انه يؤثر على مساله تكوين الراي العام، والمواطن البسيط يتلقى معلوماته الرئيسيه من وسائل الاعلام وبالذات من القنوات الفضائيه، وهذا يؤثر اما سلبا او ايجابا على تكوين راي عام مؤيد او ضد مؤتمر الحوار الوطني. لكن في نفس الوقت يجب ألا نعتبر أن قلة التعليم أحيانا ليست مشكلة بحد ذاتها. نحن مررنا بتجربة في 2011، تجربة الأزمة، كان وعي المواطن كبير جدا، استطاعت يعني حدث اصطفاف مع وضد، رغم أنه لم بس لحد الآن هذا مش معناه أنه عندنا وعي كامل. لا 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 ليس وعي، لكن المواطن حتى وإن التعليم كان موجود. أنا أقول لك أنه الثورة التي حدثت في مجال الإعلام في السنوات الأخيرة وبروز فضائيات كثيرة، صحف يومية كثيرة، وسائل اتصال مختلفة من شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك التويتر موقع الانترنت رسائل الاس ام اس، كل هذه حدثت نقلة نوعية في مسألة إيصال الرسائل الإعلامية إلى الناس، وأصبح المواطن البسيط يستطيع أن يميز بين الصح وبين الغلط، بين الخبيث وبين غير الخبيث، بين السمين وبين الغس، أصبح يميز. إضافة إلى ذلك أنه المواطنين البسطاء الذين لم يتلقوا تعليم لديهم فطنة، لا نعتبر أنهم لا يفهمون شيء. أحيانا عندما تحدثين شخصا كبيرا في السن تشعرين أحيانا أن لديه من الحكمة أكثر منا، نحن الجيل المتعلم. أيوة، أنه ليسوا مندفعين. إضافة إلى ذلك أنه أنا مثلا لو واحد مننا كصحفي ركب وسيلة مواصلات نقل عامة ويسمع الناس إيش يتحدثوا، هم يتحدثوا بأمل بسيطة، يقول أنا أريد من مؤتمر الحوار مسألة الأمن مسألة الاستقرار، هؤلاء يسدوا خلاص ويحلوا مشاكلهم ويتركوا فينا نعيش. يعني المواطن البسيط لا يبحث عن لا يهمه كيف سيكون شكل الدولة ولا من سيحكمه، ولا يهمه فقط أن توفر له أمن واستقرار ولقمة عيش كريمة وحياة كريمة ليس فيها انتهاك لحقوقه وليس فيها تمييز وعدم مساواة بينه وبين أي شخص آخر. نحن نتمنى أيضا أن تلعب وسائل الإعلام دور مساعد في تشكيل الرأي، مساعد لمؤتمر الحوار الوطني بشكل كامل. أمس مثلا أنا عجبنا الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مقابلته مع قناة روسيا اليوم حين قال أنا أتمنى من الشعب اليمني كله أن يتعاون مع نفسه وأن يتعاون مع الحكومة حتى لو كانت فاشلة، وأن يتعاون مع القيادة السياسية ومع الرئيس عبد الرب منصور، هذه من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. أنا شخصيا أتمنى أنه الجميع يعملوا بهذه الدعوة، وأن نتجه جميعا إلى مساندة الحوار الوطني بغض النظر عن مواقفنا الشخصية منه، لأنه في الأخير إذا نجح الحوار الوطني هو نجاح لنا كلنا، وإذا فشل الحوار الوطني أنا لست أنه إذا فشل الحوار الوطني البلاد ما تخرب، لكن سيكون له أثر سلبية كبيرة لأنه سنحتاج إلى فترة أطول حتى نتفق مرة أخرى. هذه فرصة أمامنا الآن بدعم إقليمي وأيضا الدعم المحلي، الناس كلهم مع مؤتمر الحوار الوطني يجب أن نستغلها في الوصول إلى اتفاق سياسي مرضي للجميع، وبما يحقق بناء دولة مدنية حديثة تقوم على النظام والقانون والعدل والمساواة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولا تميز بين صغير ولا كبير ولا بين الكلام أحسنه، يعني الكلام ما أسهله بس التطبيق دائما بيكون يعني محتاج لرجال، وقت التطبيق محتاج لرجال يطبقوا مش مجرد كلام، الكلام هذا حق النسوان يعني مش قاصد إهانة لأي حد، بس هو كذا يعني المثل اللي تربينا عليه. اليوم تنطلق القمة 24 تقريبا بالدوحة، برأيك اليوم العرب إيش المطلوب منهم في ظل أوضاع ساخنة في كثير من الدول العربية اليوم في الساحات العربية بشكل عام؟
أنا شخصيا كمتابع لموضوع ما يدور في الساحة العربية كأي مواطن، لا أعتقد أنه القمة العربية ستأتي بجديد. إذا كانت القمم العربية السابقة لم تأتي بجديد في ظل أوضاع كانت مستقرة في عموم المنطقة، اليوم أعتقد أنه أسوأ وضع سياسي وأسوأ وضع تعيش العلاقات العربية بين الدول نفسها هي هذه الفترة، خصوصا منذ أزمات ما يسمى بالربيع العربي التي ألقت بظلالها بشكل سلبي على علاقات الدول وأحدثت اصطفاف. انقسم الموقف العربي بين من يرى هنا ثورة ومن يرى هنا أزمة، وهذا يؤيد هذا وهذا يتدخل في شؤون هذا، إلى درجة أنه بعض الدول العربية تقف ضد دول عربية أخرى تحاول تدميرها. بالتالي لا نتوقع منهم أي شيء، يعني أن يخرجوا بأي شيء. مسألة القمة العربية هي مسألة مكررة، سيأتون كلهم، سيجتمعون الزعماء، سيلقون خطابات وبيان ختامي أصلا قد أعد مسبقا من قبل وزراء الخارجية، ولن يأتوا بشيء جديد. ربما يكون الشيء الوحيد أنه ربما تحاول بعض الدول استغلال هذه القمة للتأثير على ما يجري حاليا في سوريا، ربما بشكل سلبي أكثر. طب أنا دائما أختم لقاءاتي بالسؤال، إيش أكثر حاجة بتخوفك من مؤتمر الحوار الوطني أو على مؤتمر الحوار الوطني؟ أنا لست قلقا بشكل كبير، ولكنني لست متفائلا بشكل كبير. أكثر ما يقلقني هو أن يصطف المتحاورون بشكل متطرف، كل واحد يتطرف لفكرته. أتمنى منهم أنه كل واحد يطرح فكرته، لكن في نفس الوقت ألا يتعصب لها بشكل كبير ويقول يا فكرتي يا ما فيش غيرها. أن يتقبل كل واحد يتقبل الآخر ويسمع من الآخر، وأن نصل إلى حلول وسط ومرضية لي وليك ولكل المواطنين، وأن يتراضوا فيما بينهم بحيث يستلهموا الرسالة التي قالها أطفال اليمن في أول يوم لمؤتمر الحوار الوطني، إنه من حقي أنا أعيش بأمن واستقرار وأن تتركوا لي، لأنه هم بالأخير هؤلاء الذين يتحاورون كبار السن وسيذهبون غدا أو بعد غد، لكن الجيل، نحن الجيل الشاب وأيضا جيل الصغار، هم الذين يفترض أن نبني لهم الدولة القادمة، وبالتالي أن نتحاور ونحن أن يتحاوروا وهم في عقولهم ليس هم وإنما أبنائهم وأحفادهم. إذا فكروا بهذه الطريقة أعتقد أنهم سينجحون. نسأل الله إن شاء الله كذا لليمن، لكل جزء في اليمن ولكل فرد في اليمن الرعاية والحفظ من الله سبحانه وتعالى. أستاذي العزيز عبد الملك الفهيدي، في نهاية هذا اللقاء اسمح لي أشكرك جزيل الشكر. شكراً.